بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نكمل وياكم محاضرة الـ Official Solutions، وراح نتطرق إلى أنواع أخرى من الـ Official Solutions اللي ممكن إحنا نشوفها بالصيدليات. إن النوع الأول التكملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ محاضرتنا تكملة للأنواع الأخرى من الـ Official Solutions اللي موجودة كتحاضير صيدلانية. عندنا النوع الأول التكملة اللي هو الـ Oral Solutions. الـ Most solutions intended for oral administration contain flavorants and colorants to make the medication more attractive and palatable. يعني كنا مستخدمين أشربة، هاي الأشربة دائما ما تكون ملونة ويكون بيها فد نكهة معينة، بالإضافة إلى أنه ممكن يكون طعمها حلو. ليش؟ لأنه هذه الصفات أو هذه الإضافات اللي تنضاف للشراب مالتنا أو للمحاليل مالتنا حتزيد الpatient compliance. patient compliance يعني شنو؟ يعني تقبل المريض للجرعة الدوائية. كل ما تكون الجرعة الدوائية طعمها مقبول، بها نكهات، لونها أيضا مقبول، راح يزيد الاتراكشن باي patient. في بعض الأحيان أيضا الجرعة الدوائية مالتنا ممكن أن تحتوي على stabilizer وممكن أيضا تحتوي على preservative. الستابلايزر هي شنو؟ مواد تحافظ على ثباتية الجرعة الدوائية، to maintain chemical and physical stability of the medicinal agent. هاي بالنسبة للستابلايزر أو stabilizing agent، تحافظ لنا على ثباتية الجرعة الدوائية، تمنع أي تفاعل كيميائي ممكن يصير، أي تغيرات فيزيائية ممكن تصير، فيحافظ لنا على الكيميكال and physical stability. ايضا الجرعه الدوائيه مالتنا او الاورال سوليوشنز ماي كونتين بريزرفاتيف. بريزرفاتيف هي مواد حافظه. شنو فائده المواد الحافظه؟ ان اوردر تو بريفنت ذا جروث اوف مايكرو اورجانيزم ان ذا سوليوشن، تمنع نمو البكتيريا والعفن والفطريات بالمحاليل مالتنا. ليه دائما نحط ببالنا انه بما انه الفيكل اللي مستخدم في اغلب الاحيان هو موتر، وفي بعض الأحيان السوليوشنز اللي دا نحضرها ممكن تحتوي على شوغر، ممكن تحتوي على نيوترينت أخرى للمايكرو أورجانيزم، لذلك هي راح تكون good media for microbial growth، ولهذا راح نحتاج إلى preservative. لذلك الصيدلاني لازم يعرف أي chemical interaction بين المواد المختلفة اللي دا تنضاف بالتحضير. اوكي، ليش؟ لانه هاي المواد اللي حنضيفها للتحضير او للسوليوشن مالتنا ممكن تاثر لنا على الستابيليتي او البوتنسي مال الجرعه الدوائيه مال الفاينل برودكت. يعني شنو؟ يعني ممكن ماده نحطها تتفاعل مع ماده ثانيه موجوده بنفس التحضير، ممكن تعطينا انستابل برودكت او ممكن انه تقلل لنا من فعاليه الماده الفعاله وما راح تعطينا الـ required therapeutic activity. عندنا فد مثال بسيط على نوع من التفاعلات أو نوع من الـ incompatibility اللي ممكن تصير خلال تحضير نوع من أنواع الـ solutions. عندنا الإستر أو بارا هيدروكسي بنزويك أسيد، الميثيل والأثيل والبروبيل أند ميوتيل بارابين، هذول بصورة عامة نستخدمهم as preservative. أوكي، يعني بالـ oral preparation. شنو مشكلة هاي الإسترز أو باراهيدروكسيبنزويك أسيد؟ مشكلتها إنه they have the tendency to partition into certain flavoring oils. في بعض الأحيان إحنا مثل ما قلنا نحتاج إنه نحط flavoring agent. من أنواع flavoring agent اللي ممكن نستخدمها هي flavoring oils. فالإسترز أو باراهيدروكسيبنزويك أسيد راح تروح لوين؟ تروح للجزء اللي بالflavoring oil. فش راح يصير عندنا؟ راح يقل عندنا التركيز مال البريزرفاتيف وين؟ بالهول سوليوشن. من راح يقل التركيز مال البريزرفاتيف بالهول سوليوشن؟ ايش حيصير عندنا؟
بالأكيوس ميديا يعني، حيصير عندنا الليفل حيكون أقل من اللي نحتاجه على مود نسوي البريزرفيشن أو نمنع الميكروبيال جروث، ولذلك راح نخسر الإفكت مال البارا هيدروكسي بنزويك أسيد. إذا لازم نحط ببالنا أي تفاعل كيميائي ممكن يصير بين المواد اللي محطوطة بالبريبريشن مالتنا بالأورال سوليوشن مالتنا، لأنه هذا التفاعل ممكن يأثر لنا لو على الاستيابيليتي، على ثباتية الجرعة الدوائية، لو على البوتنسي اللي هي الثيرابيتيك اكتيفيتي. نجي على نوع آخر من أنواع الأورال سوليوشنز اللي هي دراي ميكستشرز فور سوليوشنز. دراي ميكستشرز فور سوليوشن من اسمها دراي ميكستشرز يعني مزيج جاف، مزيج جاف يستخدم لتحضير السوليوشن. هذا المزيج الجاف اللي يستخدم لتحضير السوليوشن عادة احنا عمينا كنا أغلبيتنا مار علينا الأنتيبيوتيك اللي نستخدمه للأطفال، for example for such solution. شنو مشكلة هذا الأنتيبيوتيك؟ مشكلته أنه unstable or have insufficient stability in aqueous medium. Okay, يعني for extended period of time. يعني هذا الانتيبيوتيك إذا راح نيجي نحضره على شكل solution و to be dispensed as solution ما راح يبقى ثابت وعنده مشكلة بالثباتية مالته، راح يصير ينطينا unstable form ورا فترة قصيرة. لذلك المصانع الدوائية شنو قامت تسوي؟ قامت تسوي هذا الأورال سوليوشن على شكل dry powder to be reconstituted by pharmacist with a purified water. يعني هذا الباودر أو هذا الانتيبيوتيك نحضره على شكل powder, dry powder أو granules حبيبات أو دقيق مسحوق. هذا الباودر راح نضيف ب specified amount of purified water و this addition is immediately before dispensing to patients. يعني قبل ما نصرف العلاج للمريض مباشرة راح نمزج له أو نحضر له التحضير مالتنا اللي هو الانتيبيوتيك. هسه examples على المواد اللي غير ثابتة بالأكيوس سوليوشن، عندنا البنسلين في، عندنا الأموكسيسيلين، عندنا البنسلين، هاي كلها أنواع من أو أمثلة عن الأنتيبيوتكس اللي هي unstable in aqueous media for suspended or for sustained period of time. هذا الدراي ميكستشر بالإضافة إلى الأكتيف إنجريدينت اللي هي الأنتيبكتيريال أو الأنتيبيوتكس ممكن يحتوي على flavoring agents، ممكن يحتوي على colouring agents، ممكن يحتوي على buffers. هذه كلها ما عدا السولفنت. يعني احنا هاي الكونتينر مالتنا الباودر اللي موجود بيها اللي راح نعطيه للمريض احنا من نجي نصرف العلاج راح يكون بيها الباودر نفس الاكتيف كونستيتيوانت بكلارينج ايجنت بفلافرينج ايجنت ببفرز، كلها ما عدا منه ما عدا السولفنت اللي هو من هو اللي هو البيوريفايد ووتر. زين عيني هسه Once reconstituted by pharmacist, the solution remains stable when stored in the refrigerator for a labeled period of time, usually 7 to 14 days depending on the preparation. يعني من بدءا من تحضيره راح يبقى هذا العلاج ثابت وما بي stability problem لمدة 7 إلى 14 يوم. طبعا يعتمد على نوع البريبريشن. هذه 7 إلى 14 يوم هي مدة كافية إنه البيشنت يخلص العلاج مالته. في بعض الأحيان البيشنت ممكن إنه ما يخلص العلبة، زين عيني بهالحالة راح نرميها للعلبة لأنه بعد ما يحتاجها وما راح نقدر ننظمها for extended period of time لأنه عندها شنو مشكلة stability. طبعا نقطة مهمة لازم نعرفها إحنا، واحدة من واجبات الصيدلاني انه شو يسوي انه يحضر الانتيبيوتيك. يعني انت لازم تحضر الانتيبيوتيك. الانتيبيوتيك ما المفروض يتحضر من قبل المريض، ليش؟ لانه انت تعرف الطريقة الصحيحة لمن لتحضير هذا الانتيبيوتيك. خلي نحكي بصورة سريعة على طريقة تحضير الانتيبيوتيك. طريقة تحضير الانتيبيوتيك، النقطة الاولى انه هذه العلبة نرجها كبداية قبل ما
نضيف الووتر على مود نضمن انه هذا الباودر اللي جوه يكون متفرق، هاي رقم واحد. رقم اثنين راح نجي ناخذ نصف كمية الماء واللي لازم يكون purified water ونضيفها المن للكونتينر مالتنا، على فرض انه هذا التوتال فوليوم اللي هنا، فاحنا راح نجي نضيف نص الكمية مال purified water ونغلق الكونتينر ونسوي shaking الى ان نحصل homogeneous distribution او uniform distribution of all particles of powder within the solution. بعدين نجي شو نسوي؟ نجي نكمل الحجم مال المي الى الإشارة اللي هم نعطينا إياها، ونرجع أيضا نرجع التحضير مالتنا إلى أن نضمن إنه صار عندنا uniform distribution of all ingredients within our preparation. ها هي الطريقة الصحيحة للتحضير، يعني مو رأسا تجي تدير المي كله للإشارة وتخبط، لأنه في بعض الأحيان يمكن تقصد منكم إذا محضرين بالبيت شايفيها إنه حيصير عندنا تكتلات من الباودر، زين يعني هاي التكتلات بالباودر إذا ما ذابت الصورة متجانسة داخل السوليوشن، معناها البيشنت راح يحصل جرعة دوائية غير مكتملة، كمية الدواء اللي حيوصلها حتكون أقل من الجرعة الدوائية المصمم عليها العلاج. هسا نجي على الصيدلاني شنو يسوي أو شنو مهامه أو كيفية تعامله مع الأورال سوليوشن، شنو هو لازم، شنو علاقته بالأورال سوليوشن؟ أولاً dispense commercially prepared oral solution، يعني يروح للصيدلية هاي الأشربة الموجودة هو يصرفها للمريض. رقم اثنين dilute the concentration of a solution as in the preparation of pediatric from an adult product، يعني عندنا تحضير مال كبار ونحتاج إنه نسوي له dilution، أوكي يعني فمن جرعة للكبار من علاج الكبار، فالصيدلاني راح هو يحضر هذا الديلوشن، راح هذا التخفيف، وتعرفون انتم قانون التخفيف C1V1 C2V2. ولازم نحط ببالنا مو جميع الادويه تتخفف، يعني اكو ادويه ما نقدر احنا نخففها، اكو ادويه مسموح انها نخففها، زين يعني؟ بعد شنو؟ هاي النقطه اللي قلت لكم عليها prepare a solution by reconstituting a dry powder mixture، هاي شغله مهمه انت لازم تسويها، ما المفروض البيشنت يسويها، لانه بالنهايه انت اللي تعرف الطريقة الصحيحة للتحضير. Or extemporaneously compound an oral solution from bulk ingredients. أو أنت تجي تحضر مركب من كمية كبيرة من المواد مع بعض تنزجها وتحضر الشراب أو solution المطلوب. ها هي النقاط اللي لا مسؤول عنها الصيدلاني بالنسبة للoral solution. من المهم ايضا انه الصيدلاني يعرف solubility and stability characteristic of medicinal agent and the solvent employed in the commercial product. ليش؟ يعني من المهم انه يعرف الصيدلاني ذوبانية وثباتية المواد الفعالة اللي موجودة بالعلاج مالتنا بانواع مختلفة من المذيبات. ليش؟ لانه في بعض الاحيان اكو بعض المرضى ما يحب ما يتقبلون انه يشربون العلاج وحده، يحبون يمزجوه عصير ويا حليب ويا ماي، فهاي كلها لازم شنو؟ انت تعرف شنو ممكن تفاعل يصير بين الكونستيتيونت اللي موجوده بالتحضير مالتك وهاي السولفنت، على مود تقول له ممكن تستخدمه ويا فلان سولفنت، ممكن تستخدمه ويا الجوس، بس ما ممكن تستخدمه ويا الملك، لانه ويا الجوس ما في مشكله، ما راح يصير عندك ستابلتي بروبلم، في حين انه ويا الملك ممكن يصير لك stability problem وهكذا. نجي على نوع اخر من الاورال سوليوشن اللي هو الاورال ريهايدريشن سوليوشن او محاليل الارواء الفموي. بالنسبه للاورال ريهايدريشن سوليوشن كبدايه هي تستخدم في حاله الجفاف، في حاله الجفاف. شو وقت تصير هاي حاله الجفاف؟ الحالة الجفاف تصير when a rapid fluid loss associated with diarrhea lead to dehydration. أوكي يعني؟ يعني فقدان سوائل سريع، فقدان سوائل سريع هو بسبب الإسهال. أوكي يعني؟ وهذا الإسهال إيش حيسوي لنا؟ حيسوي لنا dehydration، يعني جفاف بالجسم. هذا الجفاف may lead to death especially in infants، يعني ممكن إنه يوصلنا إلى الموت خصوصا عند الاطفال. ليش؟ لانه الاطفال يكون حجمهم صغير، فاي اختلال بالفلويدز والالكترولايتس اللي بداخل جسمهم راح يؤدي ممكن الى الموت.
هسه شنو اللي بيصير بالدياريا بحيث يعني يصير عندنا ديهايدريشن؟ بالدياريا اللي يصير عندنا انه ال small intestine secrete far from the normal amount of fluid and electrolytes، يعني الأمعاء الدقيقة راح تفقد كميات كبيرة من السوائل والإلكترولايت، وهذه الكمية الكبيرة تسبق أو أكبر من قابلية الأمعاء الغليظة إنه ترجع تمتصها، أوكي؟ يعني فراح يصير عندنا فقدان أكثر من يصير عندنا إعادة امتصاص. من يصير عندنا هذا الفقدان أكثر من إعادة الامتصاص، حيصير عندنا loss وين؟ بالإكسترا سيلولار فلويد إن ذا بادي، أوكي؟ يعني من يقل الإكسترا سيلولار فلويد بادي إن ذا بادي كومبارتمنت، شنو حيصير عندنا؟ حيصير عندنا progressive loss بالبلاد فوليوم، حجم الدم حيقل. من يصير حجم الدم قليل حيصير عندنا هايبوفوليميك شوك، حيصير عندنا هايبوفوليميك شوك. لذلك مهم جدا انه واحد يعالج الجفاف من البدايه، وممكن بالبدايه انه نعالج الجفاف بالاورال ريهايدريشن ثيرابي اذا تطورت الحاله. طبعا الاورال ريهايدريشن ثيرابي ما راح يشتغل، لازم نبدا نشتغل على غير علاجات مثل المغذيات. هسه مثل ما قلنا الاورال ريهايدريشن ثيرابي از usually effective in the treatment of patients with mild volume diffusion. شلون نصنف هذا ال mild volume diffusion؟ شلون نعرف انه هذا صار عنده mild volume diffusion؟ ال mild volume diffusion ال patient راح يفقد من 5 إلى 10% من وزنه، من 5 إلى 10% من وزنه، هذا يسموه mild volume diffusion. اوكي يعني بصورة عامة هاي ال oral rehydration therapy موجودة as OTC drugs، يعني تنصرف بلا وصفة طبية over the counter drugs، وبصورة عامة أيضا تكون غير مكلفة، غير مكلفة. ومثل ما قلنا إذا استخدمناها من البداية لعلاج ال dehydration ممكن إنه تغنينا عن استخدام ال parenteral solutions. زين هسه ال 1 liter of oral rehydration therapy شنو بي؟ بي 45 ملي اكوفالنت صوديوم، 20 ملي اكوفالنت بوتاسيوم، 35 ملي اكوفالنت كلورايد، and 30 ملي اكوفالنت سيترات with 25 جرام of dextrose. هسه هاي الكميات بشوفونها محدد لك in 1 liter، in 1 liter هاي الكميات موجودة. ازيد اقل حتسوي لنا مشكلة، ليش؟ نحن نريد نعوض نقص بالالكترولايت وبالفلويد. فلازم ننتبه دائما على هذه الارقام او الكونسنتريشن اوف ايتش الكترولايت ان اورال ريهايدريشن ثيرابي. صورة عامة هاي التحاضير موجودة اما على شكل باودر، شلون الباودر مال اللي يستخدم انتي اسيد لعلاج الحموضة، او موجود على شكل ليكويد. طبعا الباودر فور الكونستيتيوشن، يعني احنا نحله. زين من المهم ايضا انه نحط ببالنا من نسوي ريكونستيتيوشن مثل الانتي بايوتيك نفس الفكره، من نسوي ريكونستيتيوشن باي ووتر سبيسيفايد اماونت اوف ووتر شود بي يوز نوت مور اند نوت ليس ذان ذا اماونت منشند اون ذا باكيت. اوكي يعني ما نزيد ولا ننقص عن اللي مكتوب عندنا بالتحضير. ليش؟ لان قلنا راح يختلف عندنا تراكيز الالكترولايت، فما راح نحصل على ريبليسمنت للكميات اللي دا تنفقد. بعد ايضا شنو عندنا؟ هذا التحضير مالتنا اذا اجى على شكل باودر ما نحضره بجوس، ما نحضره بملك، لازم نحضره ببيوريفايد ووتر. زين اني هاي ايضا نقطه مهمه نحطها ببالنا. اذا النقطتين مهمه، اولا وي شود يوز سبيسيفايد اماونت اوف ووتر as mentioned in the sachet، رقم واحد. رقم اثنين شنو عندنا؟ should not be mixed or should not be diluted with what with milk with food juice etc any other type of beverage or liquid. نجي على another type of oral solution اللي هو magnesium citrate. Magnesium citrate. Magnesium citrate oral solution is colorless to slightly yellow clear effervescent liquid having a sweet acid taste and lemon flavor. هو هذا من الحضرة شلون لونه؟ لونه يعني هو colorless to slightly yellow، يعني عديم اللون إلى لون أصفر فاتح، clear نقي، effervescent liquid فوار، طعمه حامض،
وبنكهة الليمون، حامض حلو بنكهة الليمون، أوكي أني؟ التسمية الثانية إلي citrate or citrate of magnesia، يعني إذا أقول لك أني what is citrate of magnesia، أنت راح تقول لي magnesium citrate oral solution، أو راح تقول لي citrate، هو نفس هاي الثلاث تسميات هي كلها نفس ال preparation. هسه هذا شلون نحضره؟ This solution is prepared by reacting official magnesium carbonate with an excess of citric acid. نجيب magnesium carbonate نفعله ويا citric acid، أو نحط flavoring oil، flavoring مثل ما قلنا اللي هو الليمون oil، flavoring agent اللي هو الليمون oil، و sweetening agent اللي هو السيرب. يعني راح نستخدم السيرب اللي هو حينطينا الطعم الحلو، وراح نستخدم الليمون اويل اللي حينطينا نكهة الليمون، اوكي يعني هسه هذول كلهم شوية نمزجهم، منو المغنيسيوم كربونات سيتريك اسيد ان اكسس اماونت، هاي مهمة، ونحط ليمون اويل ونحط سيرب. هسه ورا ما خلصنا مزجهم حنسويهم فلتريشن وستالك على مود ننقي البريبريشن مالتنا، بعدين هذا الفلتريت اللي راح نطلع اللي يطلع حنسوي له carbonating by the addition of either potassium or sodium bicarbonate. زين اني هسه هذا التحضير مالتنا بي مشكله، شنو مشكلته؟ This solution provide an excellent media for the growth of mold and any mold spores present during manufacture of the solution must be killed if the preparation is to remain stable. انا عم ضمن ثباتيه العلاج مالتنا، الجرعه الدوائيه مالتنا، لازم نضمن انه ما يصير عندنا مولد سبورز during the preparation، اوكي؟ فلازم هاي كلها نقتلها قبل خلال عمليه التحضير على مود نضمن انه نحصل على stable product. لذلك ايش راح نسوي؟ اولا during the preparation of the solution the liquid is heated to boiling، يعني الليكويد اللي حنستخدمه بالتحضير مالتنا لازم نرفع درجة حرارته إلى البويلينج بوينت. ونقطة مهمة بهاي الطريقة إنه لازم هذا نسويه prior to carbonation. prior to carbonation ليش prior to carbonation؟ لأنه معناها إذا راح نسويه بعد الكربونيشن راح نفقد الـ CO2 اللي إحنا نريد نحصل من عنده الـ effervescent effect. هاي رقم واحد. رقم اثنين الـ boiled water is employed to bring the solution to its proper volume، يعني الماء اللي حنستخدمه على مود نكمل حجم التحضير مالتنا لازم يكون boil. النقطة الأخيرة boiling water is used to rinse the final container. زين هذا الماء الفائر أيضا شنو container نستخدمها بالتحضير مالتنا؟ لازم نغسلها بالماء الفائر، أوكي، أو الماء المغلي. ممكن أيضا بالإضافة إلى هاي الخطوات إنه نسوي sterilization للفاينل برودكت. بهاي الطريقة راح نضمن انه ما عندنا mold spore present in our preparation، يعني حنقتلها كلها بهاي العملية. هسا هذا ال magnesium citrate solution يعتبر كسلان كاثوليك، يعني شو يعني؟ مسهل ملحي، اوكي يعني؟ شنو اللي يفرق عن بقية الأنواع بحيث يخلي البيشنت يتقبله؟ بي السيتريك اسيد، بي الليمون فليفر، بي السيرب، وبي الكربونيشن. زين عيني هذا كل هاي الميزات اللي بي، بالاضافه الى انه احنا من نحضره نبرده راح يزيد من تقبل المريض لهذا العلاج، حيصير كانه ياخذ من هاي السوفت درينك المشروبات الغازيه بالضبط، طعم حامض ونكهه ليمون وحلو، ويطلع يعني بي فورا مثل السوفت درينكس، فالبيشنت راح يتقبله مقارنه بمن؟ بالبتر سلاين كاثراتيك، يعني المسهلات اللي يكون طعمها، لذلك يفضلوا على الانواع الاخرى من المسهلات لانه بهذه الصفات. هسه نجي على نوع اخر من الاوفيشال سوليوشنز اللي هي الاوفثالميك سوليوشنز. شنو الاوفثالميك سوليوشنز؟ هي السوائل او المحاليل التي تعطى عن طريق العين. هسه شنو requirements for ophthalmic solutions؟ شنو متطلبات الophthalmic solutions؟ رقم واحد the sterility is one of the important considerations in the preparation. عندنا من المهم جدا انه يكون التحضير مالتنا
معقم. اوكي ليش؟ لانه هو دا يجي ان كونتاكت وذ السوفت تيشيو راسا، فاي كونتامينيشن راح ياثر على العين. شلون نسوي ستيرلايزيشن للبرودكت مالتنا؟ باي ذا يوز اوف اوتوكليف، باي اوتوكليفنج. اوكي يعني هذا الفاينل كونتينر راح نسوي له ستيرلايزيشن باي اوتوكليف. رقم اثنين بريزرفاتيف، نحط مواد حافظه على مود شنو؟ من نستعمل هاي القطره ممكن انه تتلوث، على مود تمنع بداخلها المايكروبيال جروث. من انواع البريزرفاتيف اللي ممكن نستخدمها ان اوفثالميك سوليوشن؟ رقم واحد فينل اثيل الكحول 0.5%، كلور بيوتانول 0.5%، بنزل كونيوم كلورايد 0.01%، وفينل ميركوريك نايتريت 0.01%. طبعا هذه النسب ما تتغير، لانه اي زياده بها او نقصان بها ممكن يؤدي لنا الى مشاكل، يا اما يسوي لنا مايكروبيال جروث، يا اما ممكن يسوي لنا اريتيشن للعين. هسه في بعض الاحيان عندنا انواع معينه من الاوفثالميك بريبريشن اللي ممكن نستخدمها during the surgical procedures، يعني خلال العمليات الجراحيه. في الحاله لازم نضمن اعلى درجه من الاستيرولتي، هاي رقم واحد. ورقم اثنين البريبريشن مالتنا لازم يكون خالي من البريزرفاتيف، ما بي مواد حافظه. ليش؟ لانه هي المنطقه اصلا رقيقه ومسوين بها عمليه جراحيه، فكلش تتاثر باي مادة أخرى ممكن تضاف للبريبريشن مالتنا. لذلك راح نحضرها ونسوي لها باكجينج in a single use disposable container، يعني استعمال لمرة واحدة. أوكي يعني على مود شنو؟ على مود نضمن إنه حتى إذا نضمن إنه ما يصير بيها contamination و microbial growth. بعد عندنا نقطة أخرى من the requirements of ophthalmic solution، the ophthalmic solution should be isotonic with the lacrimal fluid، يعني يكون الاوزموتيك بريشر مالتها مساوي للاوزموتيك بريشر مال اللاكتمال فلويد. بصورة عامة العين ممكن تتقبل تونيسيتي فاليو اعلى او اقل من 0.9% ان اي سي ال. اوكي يعني ما راح تسوي لنا هذا الديسكومفورت اور الاريتيشن. زين الايجنت اللي نستخدمه على مود نضمن الايزوتونيسيتي بالبريبريشن مالتنا موجود كله وين؟ موجود بالمونوغراف، وهاي المواد اللي نضيفها حالها حال اي تحضير صيدلاني ثاني should be compatible with the active medicament، يعني ما يصير عندنا تفاعل بين الماده الفعاله وبين الماده اللي تنضيفها على مود نحضر isotonic solution، لانه اي تفاعل بين المادتين ممكن ياثر لنا على therapeutic activity، ممكن يسوي لنا physical incompatibility، ممكن يسوي لنا chemical incompatibility. زين عندنا another requirement for ophthalmic preparation اللي هي ال pH. زين اللاكريمال fluid has a pH of 7.4، يعني 7.4 هي ال pH مال السائل الدمعي. An ophthalmic solution should have the same pH as the lacrimal fluid. This is not usually possible because at this pH many drugs are not soluble in the water and most alkaloidal salts are precipitate at this level. Therefore, a pH must be found which represents a compromise between the optimum stability and maximum therapeutic effect, and this level must be held by buffers. Lacrimal fluid مالتنا هو ال pH مالته 7.4. هاي ال pH بيها مشكلة. شنو هاي المشكلة؟ هاي المشكلة انه رقم واحد many drugs are not soluble in water، يعني أغلبية الأدوية أو عدد كبير من الأدوية مو soluble بهاي ال pH، مو ذائب بهذه ال pH. هاي رقم واحد. ورقم اثنين عدد كبير من ال alkaloidal salts من الأملاح القلوية تشبيها تترسب بهذه ال pH. زين يعني لذلك لازم الصيدلاني من يجي يحضر ophthalmic preparation لازم يحط بباله موازنة بين الـ optimum stability، بين ثباتية التحضير مالتنا، وبعد شنو؟ والـ maximum therapeutic effect، يعني أحسن تأثير دوائي للجرعة الدوائية مالتنا. عادة هذا شلون يتحضر؟ شلون نقدر نسويه باستخدام الـ buffer system أو الـ buffer. The buffer system that used should have the pH that
is nearest to a physiologic pH 7.4 and at which precipitation of a drug does not occur. مثل ما قلنا احنا المشكلة انه بيصير عندنا precipitation، لذلك لازم نحط في pH. هاي pH قريبة لل pH مال اللاكتمال فلويد رقم واحد، ورقم اثنين ما يصير عندنا بهاي pH precipitation of a drug. ايضا انواع البفرز موجودة بالناشنال فورمولاري، موجودة باليونايتد ستيت فارماكوبيا، ممكن انه نشوفها لتحضير الاوفثالميك بريبريشن. نقطة أخرى من الريكوايرمنت للاوفثالميك بريبريشن اللي هي الفيسكوسيتي. الفيسكوسيتي يعني اللزوجة. كل ما نزيد الفيسكوسيتي للاوفثالميك سوليوشن شنو اللي حيصير عندنا؟ حيصير عندنا prolonged contact time of our dosage form with the tissue. راح يزيد الفترة اللي راح يكون بينها اتصال بين الأنسجة مال العين وبين الجرعة الدوائية مالتنا. كل ما يزيد هذا الكونتاكت تايم كل ما حيزيد البنتريشن، يعني دخول العلاج للأغشية إلى الخلايا، إلى داخل الخلايا. أوكي يعني بصورة عامة نستخدم مواد مسخنة مثل سيلولوز على مود نزيد الفيسكوسيتي. نرجع نقول ليش نريد نزيد الفيسكوسيتي؟ على مود نزيد الكونتاكت تايم بين the dosage form and the tissue and thus enhancing the penetration and therapeutic effects of the drug. تحضير الاوفثالميك بريبريشن مالتنا وين لازم نسوي له باكجينج؟ وين نخز يعني وين نعلبه؟ كنا شايفيها هذه، يا اما جلاس كونتينر يعني علب زجاج، يا اما بلاستيك كونتينر يعني علب بلاستيك. وهاي الزجاج العلب الزجاجيه او العلب البلاستيكيه اثنيناتهم يا اما بهم فيكس اند سكرو دروبر، يعني القطاره مالتهم يا اما تكون ثابته يا اما تكون يعني تنفتح متحركه. زين عيني نيجي على الكونتاكت لينس سوليوشن، هي نوع اخر من انواع الاوفيشال سوليوشن اللي ممكن ايضا نستخدمها بصوره يومية. أنواع مختلفة اللي هي النوع الأول اللي هو الويتينج سوليوشن، من اسمه ويتينج يعني مرطب، كلينينج سوليوشن منظف، سوكينج سوليوشن هو هذا السوليوشن اللي تنحفظ به العدسة، والنوع الأخير هو كومبايند بيربس سوليوشن اللي هو ميكستشر اوف ايتش اوف ذا بريفيوس سوليوشنز، يعني كإفكت يعني سو ويتينج وكلينينج وسوكينج. نجي على مصطلح آخر أو نوع آخر من الأوفيشال سوليوشنز اللي هي البارنترالز. من نقول بارنترالز يعني معناها injectable routes of administration، يعني هذا العلاج دايما نعطي عن طريق الحقنة. البارنترال form من اجت؟ اجت من الجريك word para plus enteron. البارا enteron معناها outside of the intestine، يعني معناها هاي الجرعة الدوائية ناخذها خارج، مو عن طريق الفم، مو عن طريق الأمعاء. هسه شنو صفات هذه البارنترال سوليوشنز؟ نمبر 1 سيفتي. سيفتي يعني الأمان. السولفنت هو عادة ستيرايل ووتر، بس فور بور ووتر دراجز انذر سولفنت از ادد اكزامبل الكحول او جلايكول. يعني بصورة عامة السولفنت اللي نستخدمها فور بارنترال هو الووتر، بس في بعض الأحيان عندنا أدوية غير رائدة بالماء فح نستخدم another type of solvent اللي هي اما الكحول يا اما الجلايكول. نيجي على النقطة الثانية اللي هي الاسترالتي. الاسترالتي يعني التعقيم. The product and container must be sterilized، لازم تكون معقمة. شلون نسوي تعقيم للبارنترال؟ يا اما by autoclave، يا اما by dry heat، يا اما by Listerine. رقم ثلاثة free from pyrogen. Any parenteral preparation should be free from pyrogen. شنو البيروجين؟ Pyrogen is a free producing organic substance rising from microbial contamination. It is a lipopolysaccharide and endotoxin. هذا البيروجين إذا موجود بالpreparation مالتنا راح يؤدي إلى الهاي فيبر. نجي على رقم 4 الكلاريتي النقاء. والكلاريتي يعني ما من يشوف البريبريشن مالتنا ما نقدر نشوف بيه particles. يعني الماكسيمم دايمتر اوف بارتيكلز allowed to be in
parenteral preparation is 7.5 micron. 7.5 micron. نجي على نقطة أخرى اللي هي stability. وهي حالة حال بقية الأنواع من ال dosage forms أو من ال oral solution أو من ال official solution. It should not lose its therapeutic activity. يعني ما تخسر تأثيرها العلاجي. Isotonicity مثل ما قلنا any change بال isotonicity may lead to either shrinkage or hemolysis depending upon the concentration. If it is hypertonic, it will lead to shrinkage. Hypotonic will lead to hemolysis or blepharitis. أنواع الإنجكشن. شنو أنواع الإنجكشنز اللي موجودة؟ بصورة عامة عندنا أربع أنواع widely used واللي متعارف عليها، وعندنا أنواع أخرى من الإنجكشنز اللي ممكن نستخدمها. هسه النوع الأول اللي هو الإنترافينوس. إنترافينوس يعني بالوريد. Injected directly into the vein. The majority هو peripheral vein. The volume allowed for this type of injection is unlimited volume. Unlimited volume. يعني نقدر نحط بها ايش قد ما نريد. رقم اثنين intramuscular injection اللي الاختصار مالتها IM من اسمها intramuscular يعني بالعضلة. Injected directly into skeletal muscle هي عادة البلفيك. والallowed volume for this injection is 2 to 5 مل. يعني أكبر حجم ممكن ناخذه هو 5 مل وأقل 2. Subcutaneous تحت الجلد. Injected directly into alveolar region beneath the layer of the skin. والvolume is 2 مليلتر. Intradermal. Intradermal من اسمها. Intradermal. Injected between the layers of skin. يعني بين طبقات الجلد. Volume is 0.2 مل. Another type of injection اللي هي الانتراسبينال injection. Injected into spinal canal. والvolume is up to 10 مل. الانتراarterial injected directly into artery. Intraarticular injected directly into joint. Intracardiac injected directly into the heart. Now we'll come to the advantages and disadvantages of the IV injection. شنو فوائد وشنو مضار الجرع أو الحقن الوريدية. Advantages الفوائد. أولا great intensity of response. رقم اثنين less irritant. رقم ثلاثة great stability with some drugs. رقم أربعة can be used for large volume. مثل ما قلنا الفوليوم اللي نستخدمه is unlimited. ورقم خمسة rapid response لأنه directly go to circulation. We'll avoid the first pass effect فرح نحصل على rapid response. نجي على disadvantages. Restricted to solutions يعني ما نقدر نستخدم بها لا emulsion لا suspension type بس solution. رقم اثنين cause hemolysis which can be avoided by slow injection يعني بالحقن البطيء. ورقم ثلاثة the drug cannot be recovered. يعني شو cannot be recovered؟ يعني إذا واحد نطى مثلا جرعة زايدة فمن الصعب إنه يتخلص منها لأنه راحت للcirculation. نجي على الانترامسكولار انجكشن. الانترامسكولار انجكشن شنو مميزاته؟ It is easier than IV injection. أسهل من الانترافينوس انجكشن. رقم اثنين بالإضافة إلى solution it can be used for suspension and emulsion type injectable dosage form. يعني المعلق والمستحلب بالإضافة إلى المحلول. Drug will stay in muscle and difficult and diffuse slowly so it has slower onset of action. يعني الدواء مالتنا لازم من العضلة ويعبر إلى blood circulation لذلك onset of action أو تأثير ظهور تأثير العلاج راح يكون بطيء مقارنة بالآي في. بس بنفس الوقت عند prolonged action يعني مدة طويلة من الفعالية. The absorption from this route depends on the release of the drug and the blood flow. شقد راح يطلع الدواء من الجرعة الدوائية مالتنا وشقد سرعة السيركوليشن بالمنطقة اللي احنا سوينا بها الحقن. Self form of a drug absorbed more faster than the free drug. الشكل الملحي للعلاج يصطف بصورة أسرع أو من الشكل الحر للعلاج. نجي على subcutaneous injection اللي هي تحت الجلد.
it is simple to administer. هاي يعني اللي عنده مريض بالسكر بالبيت يشوف انه هو المريض نفسه يحقن نفسه بنفسه بالانسولين، فسهل انه هو قد يحقن نفسه. It's simple to administer. The absorption from this route of the injection is affected by the concentration, solubility and the blood flow. التركيز والذوبانية وسرعة حركة الدم بالمنطقة. عندنا example مثل ما قلنا على subcutaneous injection هو الانسولين. الانسولين اللي هو ينطي لمرضى السكري. عندنا نوعين من الانسولين اللي هو soluble insulin. اللي شنو مميزات هذا السوليبل انسولين؟ fast absorption but short duration of action، يعني سرعة يمتص وبنفس الوقت تأثيره يخفض سرعة. الانسوليبل تايب بروتامين زنك انسولين هذا شنو بي؟ هذا عنده slower response of slower response، يعني تأثيره يظهر بطيء ويبقى لمدة طويلة. لذلك في بعض الأحيان أنا مد نسيطر على مرض على مستوى السكر في الدم، الأطباء ينصحون إنه نسوي ميكسينج بين السوليبل إنسولين والإنسوليبل إنسولين على مود نحصل الرابيد الفاست أبزوربشن والرابيد أكشن، ونحصل على البرولونج أكشن، يعني بسرعة يطلع عندنا التأثير العلاجي وبنفس الوقت يمتد إلى فترة طويلة. إنتراديرمال its absorption is slow، يعني الامتصاص يكون بطيء. لما نستخدم الانتراديرمال نستخدمه for vaccines and for diagnostic tests، يعني للقاحات وللفحوص التشخيصية. Intra-arterial used for targeting a drug into organ for diagnostic tests and antineoplastic drugs. نستخدمه انه نريد نوصل فد علاج معين الى عضو من اعضاء الجسم على مود نسوي عليه فحص معين، او نستخدمه لمرضى السرطان فور كيموثيرابي. هسه نجي على نوع اخر من الاوفيشال سوليوشنز اللي هي الاوفيشال سوليوشنز بريبيرد فروم تابلتس، يعني نحضرها من حبوب. النوع الاول اللي هو الهالازون تابلت فور سوليوشن يونايتد ستيت فارماكوبيا. الكونسنتريشن مال الهالازون بالحباية الوحدة 4 ملي جرام بير تابلت. شنو فائدته؟ رقم 1 disinfectant، مادة مطهرة. رقم 2 for sterilization of drinking water، لتعقيم مياه الشرب. 1 or 2 tablets per liter. وهاي أيضا هنا أنا مهمة لأنه زيادة أو نقصان بالتركيز ما راح يؤدينا إلى required effect. يعني من يقول لك هذا تذوب حباية واحدة بلتر، لازم انت تذوب حباية واحدة بلتر. من يقول لك تذوب حبايتين بلتر، راح تذوب حبايتين بلتر. نقطة مهمة لازم نحطها ببالنا، وانتم ان شاء الله بالمستقبل من حتشتغلون بالصيدليات، خصوصا التحاضير الصيدلانية اللي احنا نحضرها بايدنا، لازم نحط ليبل على التحضير الصيدلاني اذا هذا التحضير راح ينأخذ internally or externally. ليش؟ لانه إذا ما تحطت هذا الليبل وإحنا كنا هاي صار ويانا، الأدوية تنضب بالثلاجة وممكن بأي لحظة واحد يتمرض يفتح أي علبة يشربها ويتخيل إنه هي مثلاً فدوة معين ثاني، وممكن هذا العلاج اللي أخذ المريض ما ينأخذ باي ماوث ويصير عنده فد توكسيك إفكت فد سايد إفكت. لذلك أي تحضير صيدلاني نحضره بالصيدلية لازم نحط له ليبل. إذا ناقصه internally إن شاء الله بخير وسلامة بنختبرها من تاخذوها. internally الليبل أبيض يكون، externally الليبل يكون أحمر. هاي الحبوب لازم ينكتب عليها not intended to be swallowed، يعني ما تنأخذ by mouth، ما تنبلع. أوكي يعني نجي على النوع الآخر من الofficial solution prepared from tablet اللي هو potassium permanganate tablet for solution United States pharmacopoeia. تراكيز اللي موجودة بالحباية الوحدة 60-125-300 ملي جرام بوتاسيوم برمنجانيت. شنو استخدامه؟ أنتي إنفكتيف، يعني مضاد للالتهابات. Applied topically to skin and mucous membrane at 0.004 to 1% solution or in wet dressing. ومهم جدا إنه حضر هذا السوليوشن by distilled water. وهذا السؤال عليكم، ليش لازم نحضره by distilled water، ليش مو by another type of water؟
نجي على نوع آخر من الأوفيشال سوليوشنز اللي هو النوزل بريبريشنز، يعني الأدوية أو التحاضير اللي تعطى عن طريق الأنف. صورة عامة، this preparation contains adrenergic agents and are employed for their decongestant activity on the nasal mucosa. يعني عندها adrenergic effect وتستخدم لقابليتها انه تسوي decongestion، يعني تقلل الاحتقان اللي موجود وين بالنوزل ميوكوزا. الاكزامبل اللي عندنا على هاي البريبريشنز اللي هي فينيلفرين هيدروكلورايد سوليوشن يونايتد ستيت فارماكوبيا 0.125 الى 10%. هاي التحاضير تتحضر بايزوتونيك سوليوشن، الايزوتونيسيتي مالته equal to 0.1 0.39 NaCl وبفر to the normal pH range of nasal fluid اللي هو 5.5 to 6.5 and stabilized and preserved as required. يعني لازم تكون ايزوتونيك، ال pH مالتها مساوية لل pH مال المنطقة مال النوزل فلويد اللي هي 5.5 to 6.5، ولازم تكون نحط لها stabilizing agents ونحط لها preservative على مود نمنع الميكروبيال جروث. في بعض الأحيان قسم من هاي التحاضير تكون شنو؟ اكو قسم بها مخصصة للكبار وقسم بها مخصصة للأطفال، يعني راح تلقى for pediatrics وراح تلقى for adults، اللي حيختلف هو تركيز المادة الفعالة بهاي التحاضير. من الأفضل إنه هاي التحاضير مالتنا should be used for a short period of time، مو أكثر من 3 إلى 5 أيام. وأيضا من المهم إنه ننبه المريض إنه ما يزيد عدد المرات اللي ياخذ بها الجرعة الدوائية باليوم. يعني إذا مكتوب لك تاخذها 4 مرات في اليوم راح تقول له هاي تاخذها 4 مرات في اليوم، لا تزيد أكثر من 4 مرات في اليوم. إذا مكتوب لك تاخذها مرتين باليوم فراح تاخذها مرتين باليوم مو أكثر. اولا مو اكثر من 5 ايام، وثاني شيء على الفريكوانسي اللي مذكور لا اكثر ولا اقل. الاكزامبل اللي عندنا اللي يبين لك الفرق بين الفريكوانسي اللي هو الفينيلفرين كان بي يوز افري 3 تو 4 اور وايل اوكسيميتازولين يوز افري 12 اور. زين هني لازم هاي النقطه مهمه الفرق بيناتهم. انهيليشن سوليوشنز are drugs or solutions of drugs administered by the nasal or oral respiratory route either for local or systemic effect. هاي المحاليل جماعة الربو يعرفوها مستخدميها، تنأخذ أما عن طريق الأنف أما عن طريق الفم لتأثير أما موضعي أو systemic effect داخل الجسم. هسه نيجي على نوع آخر من الأوفيشال سوليوشنز اللي هي الأوتيك سوليوشنز، أوتيك سوليوشنز أو الإير بريبريشنز، يعني قطرات الأذن، قطرات الأذن. هاي بصورة عامة they are usually placed in ear canal by drops or in small amounts for removal of excessive serum اللي هو الإيرواكس or for the treatment of ear infection, inflammation of pain or pain sorry. الموجودة بالصيدليات هسه مثلا مرات قسم إذنهم توجعهم، يروحوا للصيدلية ياخذون قطرة، يا إما هاي القطرة أو إلها تأثير مضاد للبكتيريا رقم واحد، رقم اثنين تقلل الاحتقان الموجود بالإذن، رقم ثلاثة تقلل الألم، وعندنا قطرات خاصة إنه تنظف الإذن، تخلصنا من هذا الشمع اللي موجود بداخل الإذن. هسه إذا نجي على السيرامين ريموفينج سوليوشن، السيرم من شنو متكون؟ هو متكون من combination of the secretion of sweat and sebaceous gland of the external auditory canal، يعني الإفرازات الدهنية والإفرازات العرقية اللي موجودة بالقناة الأذن الخارجية. هسه هذا شلون يصير الشمع؟ هذا الشمع يصير إذا هذه السكريشن تركناها إنه تجف من حجف، حجمع وياها epithelial cells، حجمع وياها pollen hair شعر، وحتجمع وياها دات بالإضافة إلى foreign bodies اللي راح تكون هذه المادة الشمعية اللي راح تسد لنا القناة مال الأذن. هذا excessive accumulation بالإضافة إلى أنه حتقلل لنا من السمع راح تسوي لنا itching and pain، يعني حتى وألم.
شنو أنواع السيرامين ريموفينج بريباريشن؟ عندنا رقم واحد لايت مينرال أويل، رقم اثنين فيجيتابل أويل، رقم ثلاثة هيدروجين بيروكسايد، رقم ثلاثة أربعة اللي هو solution. الاكزامبل على هذه المادة او هذه سوري القطرة اللي بيها surface active agent or surfactant اللي هو تراي ايثانولامين بوليبيبتايد اوليت كوندنسيت 10% اير دروب، والسولفنت مالتها بروبيلين جلايكول is used to emulsify and disperse the cinnamon thereby facilitating its removal by subsequent water irrigation. يعني اول شيء راح نحط هاي القطره بالاذن، هاي القطره بالاذن لانه بها surface active agent، والsurface active agent have the ability to sermonolytic activity to remove the earwax. حسوا بدنا الايرواكس، ايش راح نسوي بعدين ورا ما تذوب هذا الشمع؟ راح نيجي نغسل الاذن مره مرتين بالماء ويطلع عندنا هذا الشمع اللي متجمع. عندنا another type of this kind of eardrop is carbamide peroxide. Carbamide peroxide. The solvent اللي بيها هي glycerin أو propylene glycol. Glycerin and propylene glycol. In contact with ear or in contact with cinnamon, sorry, the carbamide peroxide will liberate oxygen. يعني من راح يجي هذه التحضير مالتنا اللي هو carbamide peroxide ويا من ويا السيرامين راح يعطينا اكسجين. هذا الاكسجين ايش راح يسوي؟ disturb the integrity of the impacted wax allowing its easy removal. راح تيجي تفلش لنا هذا الواكس مالتنا، حتفسخه فتسمح انه نزيله بصوره اسهل. هسه شنو انواع الفيكلز اللي نستخدمها بالاير بريبريشن؟ خلينا نرجع على السلايد اللي قبله نشوف هنا بروبيلين جلايكول، وهنا عندنا جليسرين وبروبيلين جلايكول. اذا هي هاي السولفنتس اللي ممكن انه احنا نستخدمها وين؟ بتحضير الاير دروبس اللي نستخدمها لازاله الشمع. شنو بروبرتيز او شنو صفات اللي تخلينا نختار هذه الانواع من السولفنتس؟ اولا these distant vehicles permit maximum contact time between the medication and the tissue of the ear. يعني لانه هي viscous فحزيد الكونتاكت تايم، حزيد الوقت اللي حيكون بالعلاج مالتنا in contact with the tissue وراح تخلصنا، فيزيد therapeutic activity مال العلاج مالتنا. رقم واحد. رقم اثنين their hygroscopic nature. Hygroscopic يعني absorb moisture from surrounding، يعني تمتص الرطوبة اللي موجودة داير مدايرها. فهاي solvent لها القابلية انه تسحب المويستشر من داير مدايرها، اللي من داير مدايرها من حط القطرة بالاذن من التشيو اللي موجود، من حتسحب السوائل حتقلل لنا الانفلاميشن الاحتقان، وبعد ايضا شنو راح تقلل لنا السوائل اللي موجودة او الرطوبة الموجودة واللازمة انه المايكرو اورجانيزم يبقى عايش. فلذلك من حتسحب هاي الرطوبة حتقلل السوائل الموجودة فحتسوي تنهي دورة حياة المايكرو أورجانيزم. بعد شنو عندنا؟ الهايبروسكوبيك فيهيكلز reduce the swelling of the tissue. ومن يقل swelling of the tissue ايش حيقل عندنا؟ حيقل عندنا البين. So use as vehicle for topical analgesic for the preparation of ear which contain the analgesic antipyrene and local anesthetic benzocaine. يعني واحدة من الأمثلة اللي موجودة for such preparation تحتوي على antipyrene as analgesic وعندنا benzocaine as local anesthetic. إذا أولا هي viscous in nature فهتزيد لنا contact time between the tissue والmedication. رقم اثنين ال hygroscopic nature that will lead to absorption of the moisture from the surrounding tissue فهتقلل لنا الinflammation and at the same time it will diminish the moisture available for the life process of microorganism present. وأيضا الهايبروسكوبيك nature أيضا حتقلل لنا swelling of the tissue and thus reduce the pain. هاي كلها مميزات منو؟
الجليسرين والبروبيلين جلايكول اللي تخلينا نستخدمها بالاوتيك بريبريشن. احنا نيجي على البريزرفاتيف اللي نستخدمها بالاوتيك بريبريشن، الكلوربيوتانول 0.5% وتايمرازال، تايمرازال 0.01% وكومبينيشن اوف البارابينز اللي هي قلنا ميثيل واثيل وبروبيل بارابين. ايضا الاوتيك بريبريشن ما كونتين انتي اوكسيدنت اللي هي صوديوم بايسلفيت. الباكجينج ايضا كنا شايفين قطرات مال اذن، package in a small 5 to 15 ml glass or plastic container with a dropper، يعني اما علبه زجاجيه اما علبه بلاستيكيه وبها قطاره. نجي على another type of official solutions اللي هي mouthwash and gargles، يعني غسول الفم والغرغره. هي شنو غسول الفم والغرغره؟ aqueous solutions for the prevention and the treatment of mouth and throat infection can contain antiseptic, analgesic and or astringent. نستخدمها لعلاج مشاكل بالفم وبالحنجرة، يعني التهابات، وشنو بيها؟ مادة مطهرة، مادة مسكنة، ومادة قابضة. وبصورة عامة يسولها تخفيف بمي فاتر أو warm water، مي دافي، قبل أن يستخدموها. عندنا another type of official solution which is rectal solution. A retention enema means injecting a solution into a rectum and holding for specific period of time. يعني نحقن كمية معينة من السوائل وتبقى بالرقتم for لفترة محددة، لفترة زمنية محددة. An implant or retention enema generally used as enough uses only enough liquid to fill the rectum and possibly the sigmoid column. هسه نجي على تعاريف عامة for another official dose solutions اللي هي السيرابس. والسيرابس هي sweet viscous aqueous liquid designed specifically for medicine to be administered orally. يعني السيرابس هي administered orally sweet viscous aqueous liquid preparation، سوائل تحضيرات صيدلانية سائلة تكون لذيذة وتكون طعمها حلو. نجي على juices من اسمها عطائر. is a liquid obtained by expression from the fresh part of a plant، من عصر أجزاء حي، يعني أجزاء مقطوعة حديثا من النباتات. ال United States Pharmacopoeia بها نوعين من الجوسز، نوعين من العصائر اللي مطلعيها من fresh plants. النوع الأول اللي هو cherry والثاني هو الروزبري جوس، وهذول اثنيناتهم كانوا يستخدموهم كأساس لعمل الشرابات سابقا. Pharmaceutical preparation are stable if they show no loss in the therapeutic activity and no undesirable chemical and physical changes over extended period of time. Products should have shelf life exceeding 2 to 3 years, otherwise they should be dated. مثل ما قلنا أهم شيء بالعلاج مالتنا إنه يكون physical and chemical stability على مود نضمن إنه العلاج مالتنا ما يخسر شنو؟ ما يخسر فعاليته. بصورة عامة الـ shelf life، الـ shelf life هو time required for drug to lose 10% of its initial concentration when it is stored at room temperature، يعني يفقد فقط 10% من تركيزه الأولي. فأي تحضير صيدلاني يتحضر لازم على الأقل عند 2 إلى shelf life من 2 إلى 3 أو أكثر، أقل معناها لازم يتأشر التاريخ. شنو عندنا عوامل ممكن تأثر لنا على stability of the product؟ رقم 1 environment factor، رقم 2 اللي هو العوامل البيئية المحيطة، رقم 2 microbial contamination، رقم 3 light الضوء، رقم 4 atmospheric oxygen اللي هو الأكسجين الموجود، رقم 5 humidity اللي هي الرطوبة، ورقم 6 هي temperature. هاي كلها عوامل ممكن انه تأثر لنا على الاستيابلتي مال البرودكت مالتنا. بعدين حناخذها in details ان شاء الله. مثل ما قلنا الليكويد سوليوشن، وخصوصا اذا كان الفيكال مالتنا هو water، و إذا بدنا نحكي على سيرب، فالسيرب أيضا بي شوجر، فهذا شنو؟ ها
هذا كلش معرض انه يصير بيه contamination وميكروبيال جروث، خصوصا المولز. زين، بالنسبة للكيميكال تشينجز اللي ممكن تصير في حالة الانستابيليتي اللي هي هيدروليتك ديجريديشن والانتي اوتو اوكسيديشن، في حين انه الفيزيكال تشينجز اللي هي ممكن تكون تشينج ان كلر، تشينج ان اودر، تشينج ان فيسكوسيتي، هاي ايضا الفيزيكال انستابيليتي واللي ممكن ان نشوفها بالعين. هسه نقطة أيضا مهمة وحكيناها قبل شوية، قلنا إذا ال pharmaceutical preparation is palatable it will meet the patient requirements، حنحصل على patient compliance يعني تقبل مريض للجرعة الدوائية. لذلك اختيار ال flavoring agent اللي نستخدمها بال pharmaceutical preparation كلش مهم. عندنا مجموعة من النقاط اللي لازم نتبعها على مود نعرف نوع الفليفرنج ايجنت اللي نستخدمه للعلاج المحضر. النقطة الأولى اللي هي الايج جروب اوف ذا ميديسين از انتندد، ذا ايج اوف جروب اوف ويتش ذا ميديسين از انتندد، يعني العمر، عمر الفئة المستهدفة لهذا العلاج. يعني الأطفال يفضلون نكهات معينة تختلف عن النكهات اللي منو اللي يحبوها الكبار، فمهم انه نعرف الايج. رقم اثنين الكالر اوف ذا بريبريشن، لون التحضير مالتنا، يعني مو معقوله احنا نسوي طعمه روزبري مثلا او تشيري ونسوي لونه اخضر والعكس صحيح. زين عيني، لازم اللون ينطبق ويا الطعم على مود البيشنت يتقبل العلاج. The taste to be masked by preparation، يعني الطعم الغير مقبول اللي احنا نريد نغطيه بالتحضير مالتنا. كل نوع من كل نكهة أو كل طعم معين إلى فد flavoring agent معين نستخدمه، يعني مثلا إذا عندنا طعم حامض ونريد نغطيه هنستخدم مثلا فد fruit flavor، إذا عندنا طعم مر نستخدم الكاكاو مثلا، وهكذا. ال type of dosage form، نوع الجرعة الدوائية. هسه لليوم لهنا أنا كملت محاضرتي، إن شاء الله تكون واضحة. اي سؤال اي استفسار اني مستعده انه اجاوبكم. موجوده اني في الغرفه فرع الصيدلانيات، ممكن اي وقت تجون تسالون تستفسرون. اتمنى منكم اي واحد عنده سؤال يجيني ابد لا يتردد. الهدف من المحاضره انه تفهمون الماده، وان شاء الله تكون الصوره واضحه قدامكم. شكرا جزيلا.